ما عم بقدر افهم ردت فعلك تجاه هذا الموضوع. سمر رح تتجوز هالزلمه وانت ولا على بالك؟ انا من زمان بدي سمر تتزوج شخص مهم، ليش بدي اتضايق؟ عدنان بيك كان بيلبق لك الك مو لسمر. وين تقرروا يتجوزوا؟ يمكن بهالكم يوم هيك بتكون انتهت كل الدعوات قبل ما تبلش المدارس مشان اولاد عدنان، يعني ببداية ايلول بيكونوا تزوجوا. سهير، شو كان اسم رفيقك اللي كان مدير جريدة الاخبار؟ شو قصدك برفيقي؟ قصدي بتحكي معه على طول. فاروق. شو رأيك تحكي معه وتسربي له بعض المعلومات عن هالزواج؟ هني حابين ينشروا الخبر، بس لا تروح سمر تنزعج تعمل لي قصة. ما في شي مخبى أبدا، يعني هن رح يتزوجوا. خلي الجرايد تكتب عنهم شوي. ألو؟ آه؟ مرحبا فاروق بيه، أنا سهير أقشعي. مشتاقت لك كتير، أنت كيفك؟ أنا هون. ايه سافرت فترة بس هلأ رجعت. تعرف من فترة كان عرس بنت فيروز خانم الكبيرة. ايه مزبوط، هلأ رح تتجوز بنتها التانية كمان. بالضبط، سمر الصغيرة رح تتجوز صاحب شركة زياكيل، عدنان زياكيل بذاته. فاجأة؟ مانك متوقع؟ طبعا اكيد، بس لا تقول إنه سمعت الخبر مني. فيك تنسبه لمصادرك الموثوقة. ها قليله رح يعلنوا عنه عن قريب. أكيد رح يعلنوا هالشي خلال يومين. خبر مدهش، ما هيك رأيي؟ مزبوط، فيروز خانم رح تصير حمات عدنان بيك. عم تستوعب هالشي؟ ايه طبعا، بيحبوا بعضهم كتير ومن زمان، فيك تقول هيك، بالإضافة لفارق السن. نحن على الطريق يا أختي، جايبين معنا سمر. تمام، بعد شوي بنكون عندكم. خلاص ولا يهمك، الله معك. كتير تكركبت لما قلت لها العيلة كلها جاي لعندك، كان رح يغب على قلبها. مو أنا اللي بحكي بهي الطريقة، هاي طريقة مهند. مراد عم يتعلم كل عاداته السيئة. امبارح بالليل ما شفتني هلا لما اجيت؟ لا، يمكن كنت عم بتمشى. ما بتعرفي انه سمر خانم كانت عندنا كمان؟ بالله ما بعرف. نهال حبت تعمل لابوها مفاجاه بس انصدمت بمفاجاه اكبر، شافته لعمي منفرد بسمر خانم بالجنينه. الحكي بيناتنا، نهال كتير بتغار من سمر، اكيد حسيتي بهذا الشيء. برأيي نهال بحاجة يكون جنبها حدا بهالأيام هي بالتحديد. امبارح لما شافته غب على قلبها زعلت وراحت على غرفتها صارت تبكي. يا حرام يا عمي، راحي صاري راضية مثل الولاد الصغار. نهال عم تعيش تجربة صعبة كتير هلأ، الحق معها عم تعيش تغيير كبير، بس بكرة بتتأقلم. طبعا بمساعدتك إلها. صباح الخير. صباح النور. رايحة لشي محل؟ رح يجي عدنان ياخدني بعد شوي، رح نروح على المزرعة وبده يعرفني على إنعام خانة. بتحبي تشربي شي تاني؟ لا، صحة وهنا. شكرا كاتيا.
ألو نعم؟ مين؟ عم اسمعك فاروق بيك. من وين سمعت؟ فيني أعرف من وين جبت رقم تليفوني ومين عطاك رقمي الخاص؟ عفواً منك بدك تقلي لو سمحت. لا أنا ماني حابة أحكي بالموضوع أبداً. وين؟ إذا بتريد لو سمحت خلاص. مع السلامة. انت يلي خبرتيهم ما؟ انت اتصلتي بالصحافة وخبرتيهم انه رح نتزوج انا وعدنان. عن شو عم تحكي؟ ليش انا فاضي روح اعمل هالسخافة؟ الزلمة كان بده يحكي عن فارق السن بيناتنا. ها شايفة الموضوع بلش يشغل بالك ويوترك. مو هذا يلي بتتمني يحكوا فيه؟ مفكرة انك رح تزعجيني بهالطريقة؟ انت بتعرفي انه هذا الموضوع ما عاد يهمني افتحه ابدا. زواجك من عدنان بيك في مصلحة كبيرة لإلي. ليكي ما رح اسمح لك تستفيدي من عدنان. سمر خانم، عدنان بيك عم ينتظرك.